السندريلا المثل اللي باش نحكيو عليه اليوم سندريلا هو اللي ما يدري يقول سبول اللي ما يدري يقول سبول. تعرف على الحكايه؟ نعرف شنو هي الحكايه؟ ما نحبش نحرقها. اي ركز بربي لا نركز. اللي ما يدري يقول سبول. التفاسير مع السندريلا يلا. حكايه اليوم حكاية ورا حكاية نتعلموا منها وتبدلنا نظرتنا للدنيا. اليوم حكايتنا عن المثل الشعبي اللي يقول اللي ما يدري يقول سبولة. الحكاية تقول اللي كان فما راجل من أصحاب الأراضي ومن أعين البلاد، كانت عنده بنية واحدة زين وعين، عنده هي بالدنيا، الدنيا الكل في كفة وهي في كفة، يحزر عليها ويويلو اللي يقرب لها، وقد ما خطبوه فيها كان ديما يتشرط، وكل واحد يخطبها يطلع فيه عيب، ويحس بنته برش عليه، واللي بش يعرس بيها لازم يكون كامل من جميع ما، ما كانش يعرف اللي بنته كانت عاشقة في ولاية خدام يخدم عنده، زوالي يعيش النهار بنهاره، كان يحبها أما ذيق الحال والفقر وإحساسه بالنقص مانعه أنه يتجرأ ويمشي يخطبها. أي جاء موسم الحصاد ومن عوايدهم الخدامة والعائلة مالي المول يشاركوا في الحصاد، عندهم اعتقاد اللي هكاكا البركة تزيد. أكل بنية قالت هذه فرصتي باش نقابل حبيبي، وذاك اللي صار استغلوا لي الخدامة والعائلة لهين وغاصتين وسط السنابل، ومشيت تحكي مع الخدام فماشي ما يلقاو الحل لمشكلتهم. أما ما كانوش يعرفوا اللي بوهم شافهم، بوها خرج من عقله شد سكينة وشد جرتك الخدام، وكل خدام يجري وفوق ظهره حزمة متاع سنابل، البو يسيح ويعيد قاتلك قاتلك، بالنسبة ليه بنته جابت له العار. العبيد يستخايلوا الوليد سرق السنابل، والراجل يحب يقتله على خاطرهم، ولا يلوموا فيه ويهديوا فيه، تسيب وزوالي وانتي ما تعرفش خليك وين، لهالدرج النفس رخصت تحب تقتله خاطر سبولة قمح. هبط على ركيب وكل الراجل وقال اللي ما يدري يقول سبول، ومن وقتها صار المثل المتداول على كل حد يحكم على عبد من برا من غير ما يعرف الباطن متاعه. أنا وانتي قدش من مرة حكمنا على عبد من برا ولا خذينا موقف من غير ما نفهموا أصل الحكاية؟ قدش من مرة ظلمنا حد ومن بعد ندمنا خطر ما سمعناش ما فهمناش ولا حتى حاولنا باش نعرفوا الحقيقة ونلتمسوا الأعذار لغيرنا؟ رد بالك تحكم على حد من غير ما ثبت، فما برشا ناس من برا حاجة ومن داخل حاجة، ما تقولش هذا شبيه وجودي ما مقلوب، ما تعرش عليه شنية هازز فوق كتافه، ولا هذا صحة ليه ديما فرحان وتحسده على الضحكة، هو تلقاه عنده ألف مشكلة ومشكلة، ولا هذا قداش مزهار وعنده برشا فلوس وعايش عيشة الملوك، إذاك عبد خدم متعب واثنين ركبة ومش بالساهل وصل. ما تتسرعش في حكمك على غيرك، راك تنجم تظلمه والظلم خايب، خذ وقتك باش تعرف بواطن الناس، والعشرة والمواقف هي اللي تخليك تكتشف معادن الناس الحقيقية. حكاية اليوم تسفيق على سندريلا بلادي براجل. دافين فين رغم أنا تجاوزت وقت الأخبار؟ حرام علي لحظة، حرام علي والله حرام علي والله مش نحيلك الحلقة. يزي عطيني الحكاية اللي حكيته ماي، معلش الراجل خلي ميدري يقول سبول في 30 سكون. خاطر كي هبط السبول الراف الرقام هذيك ضيعت ورحمة بابا تبعت يا رفيق. ايه كيفاش عطيني من الأول؟ عطيني من الأول معناتها ما يزمكش مثلا أنا نعرف رفيق. لا هذيك العبرة الراجل شعمل الراجل شعمل. رفيق ما عنديش شو مخي ما ينجمش كونسونتري خطة طايق من الأخر راني نحب نركز يا راف وهو كذا. لا كان تعترف كلها في الميكروفون. لا رفيق صحت سامحني والله برشا مشاكل معناها ما تتذكرش الحكاية جمال. لا نذكرها حق وعملت لك ود البارح يا ودي يزي والله هاني معاك. اوكي معناها انت توهيدي تحب تخلص فيها الحلقة؟ عليه على سبول ما نخلصش حلقة كاملة نحكي حلقتها هي عجبة ما نحبش ان انا يلزمني نركز وخارجين وقت اخبار تو هوني باش تركز انت هوني باش تركز فما غيرك يتمنى في بلاصتك. ناصر في 30 سكون سامحونا الاخبار، علاش الراجل خالد يقول سبول اللي ما يدري يقول سبول؟ على خاطر حب الولد اللي يخدم عنده يحب ياخذ بنته هو يحب بنته. صحيح برافو. اه ناس اللي تخدم برافو.
انت خذ حلقه زياد ليك صباح يلا نعمل